بنات كثير، لاباس عليكم؟ هانين، اموركم مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا لاباس على خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. المهم اول حاجه ما تدوش على الكومونتي باش نكون هانيه، حيت نسيت ما خديتش الشوكه اللي قلت لكم عليها. صافي باش نبقى هانيه، ما تديوش على هذا، يعني نتوما راه حرين تلبسوه باش ما بغيتو. استقبلوا اول لون. بدا كديرين هانين لاباس عليكم بخير، اموركم مزيان؟ هذا اول لون، حيت بزاف الناس قالوا لي هذيك النهار ما وريتيناش زينب الالوان، واش طويله واش انا نجاوب على الاسئله ديالكم. ها انتما شوفوا فيها الالوان بزاف، بالحزام طويله، انا نوريكم طويله، لابسه سروال الكيطمه. ها انتما راها طويله، شوف طويلة البنات، هانتو طويلة غزال. هاد اللون هذا زوين صراحة، زوين هانتو. هي من الأحسن تشوفي اللون بعينك، يعني واخا الضو راه ماشي هي كتشوفيه بعينك. أنا نوريكم الألوان اللي فيها بلا ما نقيس. المهم هذا ايه، باش تقولوا راه ما تقولوا راني زعما ناسياكم، ما ناسياكمش. فايقه ما تستحوا باش نصور لكم دبره لوحدي. ها انتما هذا الباج نوار، الباج نوار. المهم اللي بغات تكوموندي على شي حاجه ولا دير دوموند مرحبا بها. انا نخلي لكم النمره ديالي ديال الخدمه، مرحبا. هي باش نكونوا متفقين بالنسبه لهادو، راه ديجا يكونوا هي معاودين حيت السمعه كامله ديال البنات. ها هو شي حاجه اللي ناديه كما كيقول عمار، نادي كنادي. شوفوا شحال زوينه، شوفوا اللون. هاتو البنات الثوب ديال الكريم، شوفوا الخدمه. شوف بالنسبه للناس اللي كيسولوني واش فيها دو بياس، لا اختي ما فيهاش دو بياس، ما فيهاش دو بياس، هانت فيهاش دو بياس، هانت خياطة. شو الخدمة كيف داير، هذا حيدو، هذا هو نفسه. هانت شوفو على اللون، شوفو على اللون، غزال، اللون كاملة كتحمق، هانتو بليطا يا البنات، من سمول حتى للطروه اكس ال ولا 4 اكس ال. بالنسبه للناس اللي كتسولني بغات شي لون، اللي بغيتي كاين، زائد على ذلك كاين سمول والميديوم واللارج والدوبل اكس ال الاكس. المهم سمول والميديوم واللارج والاكس لارج والدوبل اكس لارج والطروه اكس لارج. بالنسبه للناس اللي سولوني على الافتاحي ولا هذا، خدمة اللي بغيتي. شي حاجة أخرى، خدمة اللي بغيتي. والناس ديال قنيطرة دايرة ليكم التوصيل مجاني، شنو بغيتي آخر برومو غير ليكم، يلا يقولوا ليا. بالنسبة للناس اللي بعاد، راه ما كاينش التوصيل فوق 40 درهم، يعني الماكسيموم 45-40 درهم في ما كنتي في المغرب، ما عرفتش شحال تكوني بعيدة عليا، وكتوصلك في 48 ساعة. يعني إلا دومونديتيها اليوم دوزي يومين عاد توصلك، راه ماشي تحسبي من ديك الساعه، حتى ما تيكونش معايا انا الليفرور، حيت السلعه كتبقى عندهم في الديبو ديالهم ديال شركه التوصيل لغد ليل، وكتبات عندهم وعاود كيوصلوها للمدينه الاخرى، وكتبقى عاد يوصلوها لك 48 ساعه. يعني ماشي تحسبي ديك الساعه اللي دومونديتي لها. التوصيل حتى لباب الدار، ما كنتعاملش مع الامانه، حتى لباب الدار مع شركه ديال التوصيل ديال تيزلا، حتى لباب الدار البنات هيجي عندك الليفرور في ما كنتي. الله يسمعنا خبر الخير، عيني كترفرف. نكمل لكم البنات، هذا لون اخر، ها انتوما هذا لون اخر غزال. شوفوا فني الالوان، هي اللي ما بغيتش انا، حمقوني حتى واش بغيت تسطوني هاد الالوان، عرفتوا راه شي حاجه تلعبال، عرفتي بزاف، عرفتي شحال، والله القسم ما كرهتش دابا بحال هكا، ما كرهتش واحد 6 ولا 7 نبدل بهم. شو الحمار، اللون واعرين، وهي الستيل ديالها خطير، لبسيها وخرجي. لا ما بغيتيش ليها هاد الحزام، دير ليها صمطه،
بغيتيش هاد الصنطه وكنتي غادي معروضه مثلا لشي عرس ولا دير لها هاد الحزام ولا الصنطه ديال العقيق اي حاجه تفني فيها. ها نتوما هاد اللون راه هو النيت اللي وريتكم. كما قلت لكم هاد السلعه ديال الناس تتكون هكا كاين اللي كتجي تشابه وما كل واحد والذوق ديالو ما عنديش مشكل. اصلا الالوان كتحمق والله القاسم الالوان واعره. شوف انا كنوريكم دابا الالوان حيت راه هادي باج 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 كريمي باج كريمي هادي باج كريمي باج كريمي سهل. هادي هي اللي دارت ضجه البيج والنوار. غنوريها لكم انا راه شفتكم اي الالوان اللي كتعاود عندي بلا ما بحال هادي راه ديجا لابساها. وهادي غنوريكم بيجو نوار وقليه وريت لكم في الاول الفيديو والله ما عقلت. المهم ماشي مشكل البيجو نوار هاهي اللي كلشي كان يضموندي عليها راها واصله هنايا سلاسل غزاله البنات بيجو نوار. شنو مازال نوريكم الالوان هاد اللون خطير البنات حتى هو غنوريكم لون خطير خطر. شوف لون خطير هانسي هادي هانسوما هاد اللون اللون اللي كيف بلا ما نوريكم. انا باقي عندي الكري وهذا راه ديجا وريتو لكم في الفيديو اللي قبل بقات عندي بياسه وحده. شوف ايه شوفوا حكموا نصوروا دابا هانت شوف شي حاجه اللي واعر. شوفوا شوفوا شوف. غزال 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 هذا في الزيتي في لورانج الزيتي ولورانج راه ماشي شوخه الاضاءه ما كتبينش بحال الواقع والله القاسم عرفتوا راه الالوان واعره البنات اي لون ديتو راه ما تندموش عليه. هانتوما الكرونة والبيج الكرونة والبيج هادي بانت ليا فيها الديفو. انا السلعه البنات راه كنقلبها عاد نصيفطها وحتى هما كيقلبوها ولكن الله يحسن العوان الحاجه ملي كتكون فيها الديفو راه كنرجعوها ما عندناش مشكل. وحتى نتوما وصلتكم وحنا ما زعما وصلتكم وما ديناهاش فيها ولا شي حاجه انا قلت لكم كنقلبو. دابا نتوما حليتهم وغادي نجلس وغادي نفليهم كما كنقولوا نفليهم فليها وكندير لهم لومبالاج كندير لهم تيكي فيه لادريس ديالك والرقم التليفون وكلشي وعاد كنصيفطها في حاله تما فلتت شي بياسه ماشي هي هذيك راه ماشي مشكل راه ماشي حنايا كيف ما كنقولوا هذا روبوات راه حنا انسان وبشر ضروري ما كنعياو وكلشي. الصوت سمحوا لي الا كان الصوت ناقص وما عرفتش الصوت واش هذا الفيديو غادي يدوز ولا لا نسيت التلفازه شاله ما عرفتش واش غادي يدوز ليا ولا يتحسب ليا كوبي رايت في اليوتيوب. شكرا لكم بزاف وكان حماق عليكم وكنتسطع عليكم والصراحه وليت كنتحمس بزاف 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 حيت كنحط لكم فيديوهات وانتوما كتعطوني كل طاقه وحب كتعاونوني بلي لايك شوفوا راه نقولها لكم عاوتاني لي لايك ولي كومونتير وحتى هاد راه ما كنتخلصش عليهم. قناتي راه مازال صغيره قناتي شنو كتحتاج دابا قناتي شنو كتحتاج كتحتاج هذا الوقت هما الناس يبغيوني انا شخصيا يبغيوني ويلتجؤوا لي يعني يبقاو معايا في القناه يعني يشتركوا عندي في القناه ويتبعوني ولكن زعما لي لايك وداك الشيء كي درتيها كي ما درتيهاش. انا محتاجه الناس اللي زعما تكبر بين العائله اما زعما هذا غير باش تكونوا عارفين الناس اللي كيدخلوا ما كيديرش لايك
ما كيديرش كومونتير ما عنديش مشكل، كل واحد حر في حياته. شكرا لكم بزاف وكنحماق عليكم. كنتمنى حتى الفيديوهات اللي حطيت لكم مؤخرا على المطبخ تكون عجباتكم. عطيت فوق 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 في جهدي، ما ننساش. اليوم ما صورتش حيت ما لقيتش ما نصور لكم حيت الخدمه كانت كثيره، ما لقيتش ما نصور صافي. يعني هاد لا فيديو هذا غيتحط غدا. انا قلت ضروري ولا بد نحط لكم فيديو في النهار نبارطاجي معاكم باش هكا ما تنساونيش. تعرفوني انني حاضره ناضره كيف ما كنقولوا. شكرا لكم بزاف وكنحماق عليكم وكنتسطع عليكم لهلا يخطيكم عليا وتهلاو في راسكم. Peace.